يروي أهله الأخبار أيها الإخوة كأبي الفرج وأيضا ابن قتيبة وغيرهم أن الحارث ابن سليل الأسدي سيد وزعيم ومقدم بني أسد في زمانه أيها الإخوة. الحارث ابن سليل الأسدي أتى علقمة ابن خصف العبدي وخطب إليه ابنته الزباء وكانت فتاة فتية جميلة حسناء، فدخل على زوجه علقمة ابن خصف العبدي وقال لها: أي فلان، إن الحارث ابن سليل سيد بني أسد حسبا وموضعا وبيتا، وإنه قد رغب إلينا في ابنتنا الزباء فلا يعودن إلا بحاجته، لا نريد أن نخيب هذا الرجل ولا أن نكسر خاطره ونخيب رجاؤه فينا، فلا يعودن إلا بحاجته. هاي هذا العرب، هذا في الجاهلية عرب، فصاح وحكمة وذكاء، وترك الأمر لمن؟ للأم، لأنه يعلم أنها أدنى إلى إلى إقناعها وتليينها وغلبتها على أمرها المسكينة. فدخلت عليها أمها، انظروا الأم والبنت الآن والمحاورة اللطيفة العجيبة، فقالت: أي بني، أي الرجال أحب إليك؟ أي الرجال أحب إليك؟ السيد الكهل الجحجاح. السيد الكهل، في الحقيقة لم يكن كهلا، كان شيخا، لكن تريد أن تغرها من نفسها. قالت: إيه السيد الكهل الجحجاح. الجحجاح هو الباسط اليد أيها الإخوة، بالندى والكرم يعطي، وقد كان الحارث بن سليل هكذا، كان سيد قومي حقا، الجحجاح، المعطي الندي المناح كثير العطايا. أم الفتى الوضاح جميل وجهه كورقة الكتاب كما يقولون، فتى جميل، لكن هذا سيد جحجاع عنده مال. قالت: أي أمتاه، إن الفتاة تحب الفتى كما يحب الرعاء أنيق الكلى. قالت: واضح جدا، فتاة ماذا تحب؟ ماذا تريد من جحجاح شيخ كبير؟ تريد أمواله ونعمه؟ لا تريد هذا، الفتاة تريد فتى يقاربها ويلبي رغائبها النفسية أولا والحسية ثانيا. قالت: يا بني، تراوضها وتغرها عن نفسها: يا بني، إن الشاب شديد الحجاب كثير العتاب. شديد الحجاب لأنه ماذا؟ وافر الغيرة، يغار. وعلى فكرة الشيوخ لا يغارون عشر معاشير الشباب، لأن هذه الغيرة في نهاية المطاف تعبير عن سلطة، والسلطة تريد مبررات، المبررات ضعيفة هنا، انتبهوا. لذلك تكثر الدياثة في الكبار الذين يتزوجون صغارا، معروف هذا في التاريخ وفي الاجتماع وفي كل أمة، وكانت تعرف هذه زوجة علقمة. فقالت لها: إن الشاب شديد الحجاب، دائما يستريب فيغلق ويمنع، لأنه يغار، يغار جدا حتى من نسمة الريح، كثير العتاب، يبقى يحاتب ويراجع ويحاسب ويحاقق ويشاحح. فقالت: يا أمتا، أخشى من الشيخ، انظروا فتاة الحكيمة الزباء، أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي. الله أكبر، ما هذه الكناية العجيبة؟ تقول: أخشى ألا يفي بحقي وبحظي، وألا يقوم بحظي الحسي، فيقودني هذا إلى ماذا؟ أو فيقودني هذا إلى ماذا؟ إلى مواقعة الفاحشة. انظروا، أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي ويبلي شبابي، حيضيع شبابي مع شيخ ضعيف مسكين ليس عنده شيء، ويبلي شبابي ويشمت بي أترابي. يقول الرواة: فلم تزل بها حتى غلبتها وأنزلتها عن رأيها، فتزوجها الحارث بن سليل واحتملها إلى قومه. ودارت الأيام
فبين هو جالس في مظلة له مظلة له في الضحى أيها الإخوة، وهي إلى جانبه، إذ أقبل فتيان شباب أسداء أشداء من بني أسد يعتلجون يتصارعون، شباب فيهم حياة وفرة الحياة يعتلجون. فتنهدت تنفست ثم بكت، لم تستطع أن تكتم أكثر من ذلك. فقال: ما الذي أبكاك؟ فقالت: مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ. شوف هاي الشباب، شوف كيف الاعتلاج والقوة، يا شيخ يا ناطق ضعيف جدا غير متماسك، لا يستطيع حتى أن يعلق على رجليه كما نقول. قالت: سيب حالي، مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ. قال: لا أم لك، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. فذهبت مثلا، قلت ضرب هذا المثل لنفسه كأنه يقول لها: انتهى، أنت مصرحة، طلقتك، لا أريدك حتى وإن اشتهيتك، حتى وإن تمنيتك، لأن الحرة وكذا، الحرة تجوع ولا تأكل بثدييها، لا تعمل ذئرا. ولم أرى أكثر أو كل من حقق الكتاب عرف توجيه هذا المثل في هذا الموضع، هذا توجيهه. يقول لها: إذن لا أريدك بعد، انتهى مباشرة. قال: لا أم لك، هذه كرامة العربي، ليس كذاك الذي جاء يشكو من أنه تقريبا وقع على زوجه والعياذ بالله في حالة زرية جدا، ثم هو يبكي ويوسط الشفعاء لكي يعيدها إلى ذمته. ما هذا؟ ما هذه الديوثية؟ هذا عربي وهذا عربي، انتبهوا، هذا عربي مسلم محمدي، للأسف محمد بريء من هؤلاء الديوثين. وهذا عربي جاهلي، من أجل كلمة قال لها: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. كم من غارة شهدتها، وسبية أردفتها، وخمرة شربتها، الحقي بأبيك لا حاجة لي بك. يلا طلقها مباشرة، انتهى كل شيء.